في حلقتنا النهارده. فكره حلقتنا حلوه جدا جدا، هندمس الفول للسحور لكن في الحله. مش كلنا عندنا قدره الفول، ومش كلنا بنعرف نتعامل مع قدره الفول. قدره الفول عشان ليها تصميم معين، فليها نسبه لحجم الفول، نسبه لحجم الميه، نسبه للفراغ بتاع القدره من فوق. سيبك من كل ده يا ستي، انا ما عنديش قدره وعايزه ادمس فول، ينفع ادمسه في الحله العاديه ولا لازم حاجه تبقى طالعه برقبه ضيقه؟ من الحله دي ما تنفعش معايا المفلطحه دي، لا بالعكس. النهارده هندمس الفول في الحله اللي بتطبخي فيها، حله المطبخ العاديه، والنتيجه ما شاء الله تجنن. لوز العنب النهارده الفول بتاعنا بجد لوز. اللوز ايه بقى مقاديرنا؟ سهله وبسيطه جدا جدا. المقادير بتاعتنا: كيلو فول مدشوش، وهنحط عليه معلقتين كبار، كيلو فول تدميس، انا اسفه، كيلو فول تدميس، واحط عليه معلقتين كبار فول مدشوش، معلقتين كبار عدس اصفر، نص معلقه صغيره سكر. ودي سر من اسرار التدميس الناجح في الحله، وان الفولايه تبقى عامله زي الزبده وفي نفس الوقت محتفظه كده بشخصيتها، مش مهريه والقشره ما سابتليش الفولايه وعيمالي على الوش، وابص الاقي قلب الفول في الحله من تحت والقشره عايمه على الوش. كل دي تكات عشان يطلع لي فول التدميس في الحله ناجح. يبقى كيلو الفول هياخد معلقتين كبار فول مدشوش، لو ما عندكيش شيليه وحطي بداله رز، ممكن معلقتين رز، ومعلقتين كبار عدس اصفر عشان يديله اللون الفاتح الحلو وما يغمقش منك ابدا، نص معلقه صغيره سكر. دي هتكون اول وصفه معايا. المفاجاه بقى اللي هنعملها دلوقتي مع بعض، هنعمل ازازه الدقه بتاعه الفول اللي بتبقى موجوده على عربيه الفول، بتبص تلاقي كده بتاع الفول وهو واقف يروح غارف الطبق من القدره وجايب الازازه اللي فيها الدقه حاطط على الطبق ومقلب، تبص تلاقي الطبق متحبش من كل حاجه، مش ناقصه اي حاجه خالص. طيب دقة الفول دي مقاديرها ايه؟ قبل ما نعملها مع بعض نعرف مقاديرها: كوباية زيت، كوباية مية، نص كوباية خل، نص كوباية عصير ليمون، معلقة كبيرة كمون، معلقة كبيرة كزبرة ناشفة، نص معلقة كبيرة ملح، نص معلقة كبيرة شطة، معلقة كبيرة ثوم مفروم، وكزبرة خضراء مفرومة. شوفوا كاتباها لكم بالنص معلقة وبالمعلقة عشان تمشوا على المقادير بالظبط، يطلع لك أحلى شوية دقة تحطيهم في الإزازة وتحطيها في باب التلاجة، تقعد معاكي شهر رمضان كله إن شاء الله. هنعمل كمان دقة الطحينة برضو على عربية الفول، بيبقى فيه إزازة فيها طحينة خفيفة بس فيها تطعيمة متطعمة، برضو بنحطها على طبق الفول، بياخد زيت وطحينة وتوابل فجأة في الإزازة دي. عبارة عن إيه دقة الطحينة؟ كوباية طحينة، كوبايتين مية، ملح، كمون، شطة، بس مش أكتر من كده. كوبايتين طحينة، كوبايتين مية، ملح، كمون، شطة. كل حاجة عندنا النهاردة إن شاء الله سهلة وسريعة جدا. هنشتغل على أول حاجة، نلبس بس الجلافزات بتاعتنا، بسم الله. أول حاجة هنتكلم فيها هي أهم حاجة، نقع الفول اللي عليه خلاف كتير جدا جدا، وفيه خناقات كمان. ناس تقول لك لازم الفول يتنقع من بالليل، طيب أنا برد عليكم من موقعي هذا وبقول لكم مفيش حاجة اسمها الفول يتنقع من بالليل، كانت عادة قديمة وثبت فشلها. إزاي؟ ازاي يعني الكلام ده ثبت فشلها؟ دلوقتي انتوا بتشتكوا القشره بتسيب الفول في التدميس وتعوم على الوش، يا اما القشره بتبقى مجلده، اجي اكل فوليه ابص الاقيها مجمده مجلده. هننقع الفول ساعتين بس قبل ما نشتغل فيه، مش اكتر من كده، بميه من الحنفيه مش ميه سخنه ولا اي حاجه. يبقى كيلو الفول هيتغسل الاول ويتنقى كويس، وبعد كده اروح نقعاه ساعتين وميه من الحنفيه. بعد الساعتين دول ايه اللي هيحصل؟ هغسله من ميه النقع، لان ميه النقع دي هتبقى ضاره جدا، فيها كل الغازات الغير مستحبه اللي جوه الفوليه نفسها. خلاص اروح مغيره الميه وغسلاه كويس قوي، واروح جايباه حطاه في الحله زي ما هنشوف مع بعض. يلا بينا، بسم الله. يلا، دي مش ميه النقع يا جماعه، دي ميه غسيل كده. اللي حاصل دلوقتي الفوليه شايفين منوره ازاي؟ الفوليه يا دوبك طريت بس، لكن ما شربتش ميه من جوه. لو انت بقى طول الليل نقع الفول زي ما كنتوا بتعملوا زمان، اللي بيحصل الفوليه بتشرب ميه، اجي بعد كده اسويها الاقيها اتهرت من جوه والجلده ناشفه، او سابت الجلده وانفصلت عنها. لكن كده بصوا منور ازاي، طري بس طري ايه، لسه محتفظ بشخصيته. ده كده الفول خلاص.
طيب هنعمل ايه بقى؟ هحطه على عين البوتاجاز. يلا بينا، بسم الله. وهجيب ميه، عاوزين ميه يا جماعه اهو. عندي هنا الفول، بصوا بالنسبه للحله قد ايه؟ تلت بس من تحت خالص، تلت الحله فول. طيب والتلت التاني ميه، بسم الله. دي برضو ميه من الحنفيه عادي جدا، وهنكمل عليها ميه سخنه. فين الميه السخنه؟ يبقى انا حطيت على الفول الاول ميه من الحنفيه، وبعدين هكمل ميه سخنه لغايه ما الميه توصل لي لنص الحله. نقول تاني المعلومه دي، اي كميه فول، يعني افرضي مثلا انت هتقولي لي هو انا هعمل الموضوع ده على كيلو فول؟ يا ستي لا، ده انا عايزه ادمس يجي 5 كيلو. اعملي اللي انت عايزاه، بس الفول في الحله لازم يبقى التلت بس من تحت، ونص الحله ميه. اي حاجه عامت عندي بالشكل ده دي كده مش كويسه، لازم اشيلها. بصوا اهي، ما تخليش اي حاجه تعوم على الوش، دي كده قلبها فاضي. اقلب تاني، حاجه عامت على الوش اشيلها. بصوا قلبت واستنيت، ها انتوا شايفين حاجه؟ اه اهو، بصوا ادي فوليه تانيه اهي عامت معايا، شيليها بالشكل ده، ودي كمان قشره اهي. خلاص، يبقى دي اول اسرار من اسرار تدميس الفول الناجح في الحله. هغطي عليه على نار عاليه واسيبه لما يغلي. اول ما يغلي معايا هروح نازله بالفول المدشوش والعدس والسكر، واوطي النار خالص كاني رايحه اسوي الرز. كنت عملت لكم حركه كده على قناتي في تدميس الفول، بس هنا مش هتنفع لان البوتاجاز هنا كهربا. بوتاجازاتنا في البيت العيون ليها الغطيان بتاعتها، فانا هنقل الحله بعد ما تغلي واحط بقيه اضافاتي على العين الصغيره خالص بتاعه الرز، وهاخد غطا العين الكبيره واحطها على العين الصغيره زي الشياطه، لكن مش هستعمل شياطه. طيب حد قاعد دلوقتي يقول لي ليه؟ ما هي نفس الوظيفه، ليه شياطه لا وغطا العين اه؟ الشياطه يا جماعه الدايره بتاعتها كبيره، هتخلي لسان النار يتوزع على الفاضي. انا عايزه تركيز النار في حته معينه، فلما اخد غطا العين الكبيره احطها كده على العين الصغيره، التركيز النار كله هيبقى على غطا العين اللي انا حطيته، فهيبقى مباشر على الحل اكتر. فهمت يا استاذ طلعت الفكره؟ فهمتني؟ هنغطي بقى عليه ونسيبه يغلي، وزي ما قلت لكم اول ما يغلي هنضيف كل بقيه المقادير بتاعتنا مع بعض. اطلعوا فاصل وارجعوا لي نعمل ازازه الدقه ونشوف الفول بتاعنا هنعمل فيه ايه تاني مع بعض. فاصل قصير بس اوعوا القناه تتغير. اهلا وسهلا بيكم بعد الفاصل. دمسنا الفول وسايبينه يغلي دلوقتي على نار عاليه في الاول خالص، ولسه ما حطيتش اي اضافات، ده مجرد الفول اللي اتنقع ساعتين بس. تعالوا على ما يغلي نعمل ازازه الدقه بتاعه الفول. اتفقنا المقادير بتاعتنا، كمون ماشي، كزبره، شطه، الشطه طبعا هنقللها شويه، وبعد كده هحط توم مفروم. توم بقى هو اللي كتير شويه، روح الدقه التوم كده، وهقلبهم مع التوابل في بعض. وشوفي بقى شويه دقه هتدعولي عليهم ان شاء الله. وبعدين هاخد الخل، وايه تاني، وعصير الليمون على بعض كده، واقلب ادوب بقى. انا كده حطيت سوائل، ادوب كل المقادير اللي حطيتها دي على بعضها، ولسه ما حطيناش ملح عشان ما ننساهوش، ناخد الملح معانا بالمر. ناخد الملح، ادي معلقه صغيره بس ايه مليانه شويه عشان الدقه بس تبقى مظبوطه معاك. قلبي كده كله في بعضه، وبعدين هننزل بالزيت والروائح الجميله ابتدت تبان كده، شايفين ازاي؟ وبعدين هاخد ربطه واحده بس، كزبره مفرومه، واخده منها الورق بس، طعمها بيبقى حكايه جوه الدقه. حلو الكلام. وادي كوبايه ميه نخف بيها الكلام ده، بسم الله اهو، شايفين؟ بس كده خلاص بقت زي الفل. تعالوا بقى دلوقتي، ربنا يخليك يا رب، نجيب بقى ازازه
وعندك قمع حلو كده مخلينه ده القمع بتاع المطبخ بتاع الاكل، بستخدمه في الاكل عشان اعرف اصب في الازازه بتاعتي. جيب طبق كده عشان ما وقعش وبهدل الدنيا. خلي بالك شوفي حاجات صغيره لكن بتفرق جدا معانا. ادي ازازه اهي، ولو ازازه ازاز برضو يكون افضل، وتحطيها في باب الثلاجه تقعد معاكي قد كده. وادي القمع اهو بثبت كده بايديا، بسم الله، واقلب كل ما هاخد كبشه هقلب. وشوفوا لون الدقه عامل ازاي. شايف يا استاذ طلعت؟ بصوا لونها وقوامها، عسل 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 بالشكل ده. دي دقه الفول الجباره اللي ايه على عربيه الفول. تدمسي بقى يا ستي الفول بتاعك، ممكن تحطيه في اكياس وتحطيه في الفريزر، كل ليله بالليل كده تروحي مطلعه كيس للسحور، والدقه كمان جاهزه معاكي، يعني ملكيش حجه، ملكيش حجه انك تطلعي لهم طبق فول زي ما الكتاب بيقول. بس حلو الكلام قوي كده. ادي الدقه بتاعتنا، هغطيها، وطبعا لما تحطيها في باب الثلاجه هترقد، كل ما تيجي تستعمليها تروحي رجع الازازه كده. بصوا شكلها احلى حاجه بقى. التوابل دي اللي عامله لي الدقه الحلوه دي كده، شايفين لونها عامل ازاي؟ زي العسل. احلى طبق فول هتدوقوه بالازازه دي النهارده ان شاء الله. ويلا بينا نعمل كمان دقه الطحينه. دقه الطحينه عباره عن ايه؟ احنا محتاجين بس القمع عشان برضو هنعمل بيه الطحينه. نديله شطفه كده بسرعه بسرعه بسرعه، ونعمل على طول دقه الطحينه. دقه الطحينه عباره عن، اتفقنا، كوبايتين طحينه اهم، وعليهم كوبايتين ميه. هنجيب بس بوله كبيره شويه عشان نخلط الطحينه والميه. ادي كوبايتين الطحينه، بسم الله، سريع سريع وقوام قوام بالشكل ده، وعليهم كوبايتين الميه. دي بتبقى طحينه خفيفه شويه، يعني مش عامله زي سلطه الطحينه كده، لا اخف شويه من سلطه الطحينه. اقلب، ولو قفشت معايا هزود ميه تاني، دي طبيعه الطحينه يا جماعه، عشان اعرف بنات بقى جداد في المطبخ كده، اول ما تحط الميه على الطحينه وتقفش تقولي كده الطحينه باظت. لا ما باظتش ولا حاجه، هي بتبقى محتاجه ميه بس تاني كده. وانا بقلب بقى بالمره اروح واخده التوابل بتاعتي. ادي كمون وشويه شطه، الكمون زياده شويه يا جماعه، اي دقه في الدنيا روحها الكمون، عشان بس ايه تبقوا عارفين. شايفين بقى بقلب ازاي اهو، وهنحط عليها شويه ملح وتبقى جاهزه معانا. بس شايفين ايه؟ لا هي كده تقيله شويه، محتاجه برضو تخف شويه كمان اهو، زي ما بقول لكم هي بتبقى اخف من سلطه الطحينه، شايفين ازاي؟ عشان تنزل من الازازه بمنتهى السهوله كده. حلو قوي. هنحط بقى ملح، معلقه صغيره، وقلبي كده، وخلصت معانا كمان. نحط شويه كمان عشان خاطرك بس كده اهو، بس كده زي الفل، جهزت معايا. برضو نفس الحكايه، هجيب ازازه واجيب كبشه ونحطها برضو في الازازه ونحطها في باب التلاجة. نجيب الكبشه دي، اديها شطفه حلوه كده. حاضر، قولي. حاضر، عينيا، نشيلها دي دلوقتي. تمام كده، يلا بينا. ادي الازازه، نفس الحكايه، ادي القمع وثبته كده. شايفين ايديا ماسكه القمع والازازه. الريحه بتاعه الطحينه عسل عسل عسل، شايفين القوام اهو، زي ما قلت لك خليكي دايما فاكره وانت بتعمليها اخف من سلطه الطحينه بحاجه بسيطه قوي، ما تحطش عليها اي حاجه غير كمون وشطه وملح وشويه ميه، خفينا بيهم الطحينه بالشكل ده اهي. الحاجات دي جالي سؤال دلوقتي، تقعد قد ايه في الثلاجه؟ تقعد معاكي شهر رمضان، بس اهم حاجه تاخدي منها وترجعيها في الثلاجه تاني، يعني ما ينفعش تقعد بره، ان هي ما فيهاش ماده حافظه، كل شغلنا طبيعي في طبيعي بالشكل الجميل ده. وخلاويص
شوية طحينة عسل لوز العنب، نشيل كل ده ونغطي الإزازة ونديها بقى مسحة حلوة كده، عشان زي ما دايما بقول لكم أهم من الشغل ظبط الشغل، حاجة تبقى حلوة ونظيفة تفتح النفس بقى على طول كده. وآدي الإزازة التانية، ألف هنا وشفا ليكم جميعا. الإزازتين دول بقى حاجة كده وهم، عارف انت يا استاذ طلعت لما يقول لك ايه انا معايا كنز في البيت، دول كنز معانا في البيت، ازازه الدقه بتاعه الفول ودقه الطحينه، دي دقه الثوم والتوابل ودي دقه الطحينه. تعالوا نشوف الفول بتاعنا لو ما كانش غلي، واكيد ما مغليش، بس ايه هوريكم بس الاضافات. بصوا ابتدى اهو، تاني هقول لكم الحته دي لانها مهمه جدا، من غير اي اضافات يغلي على نار عاليه. بعد ما يغلي معايا على نار عالية بالشكل ده، هنزل بمعلقتين فول مدشوش، معلقتين عدس أصفر مهم جدا، ونص معلقة صغيرة سكر، دي اللي بتخليلي الفولاية ملهاش حل، الله أكبر عليها بجد. وهقلب، وأول ما يغلي برضو على النار العالية زي ما هو بكل الإضافات اللي حطيتها دي، هروح واخداه زي ما اتفقنا على نار هادية جدا العين بتاعة الرز، ونحط غطا العين الكبيرة تحتيها وخلاص، واسيبه مع نفسه. بياخد بالظبط يا جماعة 4 ساعات. بعد 4 ساعات بسم الله، بصوا بقى الجمال اهو، شايفين الفول المدشوش هو اللي اداني القوام ده بتاع الفول. وكل ما يبرد، على فكرة أول ما يكون سخن بعد ال4 ساعات هيبقى خفيف، أخف من كده هتبقى ميته خفيفة، أول ما تسيبيه يبرد بيتقل بالشكل ده أهو، شايفين إزاي؟ طيب في حاجة بقى عندي هنا، شايفين الفولية عاملة إزاي؟ الفولية عسل، طعم طعامة السنين، الفولية واخدة شخصيتها زي ما هي، واخدة حجمها، ما تهرتش معايا، ما لقيتش الحلة كلها قشر. آدي شكل الفول بتاعنا يا جماعة. تعالوا نجرب بقى لو جبنا صينية الفول بتاعة السحور دي كده، يلا بينا. أشيل لك دي من هنا عشان خاطرك بس وهرج الطحينة واروح واخداها كده من الإزازة، وممكن كمان أعمل فتحة في غطا الإزازة بأي حاجة رفيعة كده وتاخدي منها على طول. بصوا لو عملت كده شايفين قوامها عامل إزاي؟ عسل. ادي دقه الطحينه. طيب الدقه الثانيه لازم تترج زي ما اتفقنا مع بعض اهي، وتعالي بقى في النص كده وحطي شويه منها. اللهم اني صايم. ايه ده؟ ايه يا استاذ طلعت الكلام الكبير ده؟ ينفع؟ ينفع؟ بصوا طبق الفول بقى عامل ازاي، مش محتاج اي حاجه خالص ولا محتاج اي اضافات في الدنيا كده، جبرنا وزي الفل. اخد الفول من الحله واروح حاطه الطحينه وحاطه الدقه، وممكن تعملوا طبق بالطحينه لوحده وممكن تعملوا طبق بالدقه لوحده. والف هنا وشفا عليكم، احلى شويه فول لاحلى سحور. اهم حاجه عندي النهارده في الوصفه ان انا قدرت الفول الكهرماني الجميل ده ازاي ادمسه في الحله عادي جدا جدا، وفي نفس الوقت عملت ازازتين كنز عندي في السحور مهمين جدا جدا، عارفه اللي هم هتلاقيهم دول ايدك اليمين زي ما دايما بنقول. طيب اقدر اخزن الفول في الفريزر؟ ايوه، في اكياس عاديه، اكياس ثلاجه، وريكم كيس واحد بس وخلاص. هفتح الكيس كده، بس لازم الفول يكون برد خالص، واروح عامله كده، واجي الفول بتاعنا ونخلص الفول. انا مش مسؤول، شيل بقى الصينيه الجميله دي، مش محتاجه اي حاجه جنبها خالص يعني، بجد الف هنا وشفا ليكم جميعا. طيب الكيس اللي هخزن فيه الفول بتنيه كده، وبمسك الطرف المتني ده، بدخل صوابعي كده جواه وامسكه كده واعمل كده اهو زي بتاع الفول بالظبط. 7 صنايع يا استاذ طلعت، 7 صنايع. بصوا اهو عبي كده، شايفين ازاي بميته الحلوه دي بقى كده، بسم الله، الله الله الله، كفايه ان انتي اللي عاملاه على ايديكي، والله العظيم تسوى وتستاهل. هتدوقي شويه فول هتدعي لي عليهم. بس يا ستي ونروح رابطينه، عايزين بقى نوطي النار، الحله بتاعتنا الحمد لله غليت اهي،
نوطي عليها النار. بصوا اهو، لا كده، واروح عاملاه كده والرابطه. تفتكروا كيس الفول ده لو هتشتروه من المطعم او من عربيه الفول هيبقى بكام الكيس ده؟ ما كيلو الفول هيرملكوا كميه ممكن تغطي معاكم والله يمكن شهر رمضان كله. تخيلوا بقى، ادي الفول لازم يكون بارد، واروح اطفي الكيس بالشكل ده، حطي بقى الاكياس كلها كده وشيليها في الفريزر ساعه السحور. طلعي كيس حطيه في الحله مع شويه ميه صغيرين سخنين، هيغلي معاكي ويفك على طول، وتروح حاطه عليه من الازازتين الجمال بتوعنا دول، وخلاص احلى شويه فول يستاهلوا بقكم النهارده ان شاء الله. كده خلصنا فقره المطبخ، دلوقتي هنطلع فاصل ونرجع نكمل حلقتنا مع بعض. فاصل قصير بس، اوعوا القناه تتغير.